قال شدني الضحكه من الدراس ديالي كنضحك. واخيرا الدار ديالي وجدات، الدار ديالي الاخرى وجدات. المهم غتشوفوا هاد الدار ديالي اللي انا عايشه فيها دابا، ما فيها لا ديكوراسيون زوين زعما ديال الشباب، ما فيها حتى شي حاجه لحقاش انا ما بغيتش نقرب ليها. كنتسنى في داري كنتسنى في الدار الاخرى هي اللي غندير لها ديكوراسيون على حقها وطريقه زعما غندير داكشي كامل بداكشي اللي انا بغيت، ماشي بحال هاد الدار. نقول لكم هاد الدار هادي انا فرحانه دابا، خلوني نهضر. المهم هاد الدار هادي هي go away let me make a video. هاد الدار stop I will show you to the camera. هاد الدار هادي فاش جينا لها ما لقيناش بزاف الحاجات ولكن ما بزاف ديال الديكوراسيون بحال هادشي اللي هنا، بحال هادشي اللي هنا، هادشي كامل انا اللي درتو، ولكن بحال الفوتوي بحال التلفازه كانت زعما حنا اللي درناها get off. بحال الثلاجه قبل ما نكملوا الفيديو انا عارفه كياكلكم صباعكم، باغي تهبطوا تقولوا لي هذوك العينين مالهم، وحده فيها الايلاينر والاخرى ما فيهاش. وليت كنفهمكم، جيت قطعتكم اكسبري باش نشرح لكم واتس جوين اون. المهم كنت كنصايب في اللف سميتو، كنت صافي دخلت لداري وغادي نعس وهذا، وقلت قبل ما نمشي نغسل وجهي وقبل ما ناخذ الدوش غادي نصايب الايلاينر ونشوف واش غيصدق ولا ما يصدقش. سو يلا كي صايبت الاولى نصايبت عين وحده ويوصل داك الباكيج فيه الكونترا ديال الدار. وانا نقول خصني نصور لكم مع هاد الفرحانه قبل ما يمشي هاد الايموشن هذا. صافي وهي فاش بنت لكم وحده فيها وحده ما فيهاش. وسيروا عاوتاني ديروا لي هذيك الحاله في لي كومونتير ديال ديروا لي عاوتاني بحال نهار طيبت لكم خليتو فيا غير اللي نسيتو. المهم الناس اللي كتسبورتيني وكتقول لي هضره زوينه وماشي مشكل هذه غير تجربه ومره اخرى غتكوني احسن، شكرا لكم. والناس اللي خلاو فيا غير اللي نساو واخا عليكم نتوما بالضبط. غنبقى ديما ندخلكم معايا الكوزين وغنبقى ديما نفقسكم، يلا ضد فيكم ونبقى ديما نفقسكم. باي ذا واي داك النهار بالضبط عيطت لي ماما قالت لي اويلي فين عمرك شفتيني كندير الكمون في اللحم بالبرقوق. قلت لي فين عرفتي خلات فيا حتى هي غير اللي نسات كثار منكم مايمكنش. قالت لي واخا الاكاكاو نقدروا حلو نقدروا ناكسبتو داكشي زعما يقدر يجي الكمون مع اللحم بالبرقوق اويلي. قالت لي سري انا اللي كنتي كتبغي تدخلي تعاوني لي شهر كنقول لك سيري قرايتك سيري طلعي فحالاتك سيري قرايتك ما نشوفك سيري انت خرجتي حاشيه. ويلي كلشي ما خلى فيا غير اللي نسى كلشي لا نتوما لا ماما لا كلشي. ولكن مزيان والله حتى داك النهار جابنينا ما عرفت مالكم راه جابنين والله حتى جابنينا اللحم اللي كما قلت لكم. صافي ما بقاش ندير الكامو باقا غندير الكاكاو. هاد الدار هادي فيها بزاف الحاجات اللي انا ما كنت باغاهم، وقلت مع راسي انا اصلا ما عجبانيش الدار من الاول سو ما كاينلاش نبدل فيها حتى شي حاجه. في الاول كنت غادي نبدل الفوتايات، كنت غادي نبدل الديكوراسيون، هادشي كامل اللي كيبان لكم دابا في الدار كنت غادي نبدلوه، ولكن قلت ما كاينلاش نشري غير الحاجات المهمه. بحال شنو شريت في الدار؟ شريت الثلاجه، شريت هاد التلفازه، شريت الدريات ما بدلتهمش خليتهم قدامين، شريت الناموسيه لحقاش عندنا واحد الحاجه خصكم تعرفوها. ناموسيه هنايا في الشينوا ناموسيات اللي كيكونوا عندهم في الحجر كينعسوا على خشبه، داكشي علاش ما عندهم لهنا لهنا كينعسوا على خشبه. تصوروا ما يمكنش. انا راه فاش كنمشي جاب الله لي زوطيل عندهم فيهم داكشي رطب، ولكن فاش كتمشي كتبغي تكري شي دار، انا فاش يلا كنت جيت للشينوا كنت كنكري الديورو هذا كتنعس على بحال نعس على الدس، نعس على الارض النيشان، عرفتي راه ما يمكنش. المهم الناموسيه الداخل ديالي كنت شاريها ولكن ما كنت شاريها بالذوق ديالي. جايز انا وصلت للبلاصه ديال داري، يلا كي حطينا ماما وبابا قدام الباب، ودابا مشينا نشوفوا الباركينغ لحقاش الناس تماك في الكوميونيتي كانت جديده، دابا هي جديده وما كاينش بلاصه نهائيا، ما كاينش باركينغ ما كاينش. وقدام الباب كاين بزاف الناس كلشي اليوم جاي ياخذ الساروت ديال الديور ديالهم. اخيرا لقينا باركينغ اخيرا. جا هاد النهار هذا اللي دابا انا غادي ناخذ سميتو الساروت ديال الدار. واخيرا ناري كنهضر بحال شي جعفر، صوتي ما بغاش يرجع ليا هاد الصوت هذا. عافاك يرجع عافاك خليني نهضر ومن بعد صوتي هكا ولي فيا ما مهنيني، خصني ضروري نهضر ما يمكنش ما نهضرش بحال هاد النهار ما يمكنش ما نهضرش. حبيبه My hair's ugly. Yeah, a little bit ugly. Little Are you excited? I forgot to put some. Are you excited?
Okay, but I like it. جاي شوفوا شحال ديال الناس راه ما يمكنش كلشي اليوم جاي ياخذ الكار اللي سميتو سارو ديال الدار اليوم. واو دخلنا غير بزز. المهم انا داخل دابا ديال الكوميونيتي اللي يلاه كيسالات اللي كما قلت لكم مازال ما سالوهاش 100%، باقيين شي بلايص مازال غادي ندوزو عليهم، باقيين خدامين فيهم بحال هاد البلاصه هادي. شوفوا الناس مازالين خدامين عليها وبزاف ديال البلايص، وهاد الوقيته هادي الاغلبيه ديال لي زابارتمون الناس يلاه كيديروا الديكوراسيون هكا، يعني مازال الناس ما سالاوش. هاد الدار هاد دخل فين يدخل؟ باقي ما عرفتش بالضبط فين هي الدار، مازال ما عرفتش بالضبط فين كاينه. المهم نطلعوا يعني شوفوا هاد اللعيبه ديال الاستقبال شحال زوينه. So cute. وهاني دابا جبتكم لواحد البلاصه فيها الماء بزاف، فيها بحيره كبيره حتى هي لداخل ديال الريزيدونس. مازال دابا مازال ما درتكمش الدار، نتسناو غير في لي زانجينيور يجيو يعطيونا الساروت ويجيو يعطيونا داكشي الاخر اللي كان باقي. الناس احنا مازال كنتسناو في سميتو في السيد اللي غيجي يعطينا الساروت، مازال كنتسناو بزاف الناس كتسنى فحال شو على فيو مورايا شحال زوينه. حمقني هاد الماء ديما كيبان نقي وزوين. انا في الجهه الاخر، الجهه الاخر عندي فيو اخر، ولكن هذا هو الباب الرئيسي. هاو جايز باي ذا واي، علاش اليوم كاينين بزاف الناس لحقاش هاد الكوميونيتي هاد الريزيدونس ديالي؟ يلاه كيوجدات، يلاه كيوجدات. دابا تقريبا الناس راه شارين الديور ديالهم بحالنا حنايا، راه شارينهم بعامين وشي حاجه، والريزيدونس يلاه كيوجدات لينا. ايوا داك الشيء علاش الناس كاينين بزاف اليوم. على ما سمعت بان هاد الماء هاد الماء اللي كاين في في هاد المنطقه كامله غادي يديروا فيه الحوت، ولكن امون افي من الاحسن يخليوه غير هكا لحقاش الحوت نورمالمون غادي يوسخ الارض، غادي يوسخ غيولي داكشي كامل خضر وما يبقاش زوين ونقي كيبان بحال هكا. كوني خلاو بلا ما يديروا فيه الحوت. يعني صوتي قهرني ما يمكنش. شد لعبات زوينين بينك ماي فيفوريت. ياه جا صوتي مع دفاري. كاز كاينين بزاف الحاجات اللي مازال ما وريتهمش لكم. هاد البلاصه هادي ديال الالعاب ما وريتكمش، ما وريتكمش الجيم، ما وريتكمش السويمين بول، ما وريتكمش بزاف الحاجات. مازال هاد لاسونسور هذا كتطلع ليه بلا كارت، الا ما كانش عندك لا كارت ما تطلعش ليه، يعني ما تقدرش تطلع لاي ليفو بغيتي. هنايا جينا باش نديرو الامضاءات الاخرى على الوراق اللي كانوا باقي لينا، وشوفوا الناس حتى هما مازال كيتسناو. وهاد اللحظه هادي شوفوا شحال عندها ديال السوارت، عندها بزاف. دابا غادي ناخذ الساروت. حنايا مازال كنسنيو الحاجات وانا متبعه غير الفار، عجبوني الفار هاد البنت حمقوني. ودابا يلاه معنا باش نوريكم الدار. جايز خدينا السروت ديال الدار، وخدينا شنو خدينا اخر، المهم خدينا داكشي كامل سالينا داكشي. ودابا يلاه معايا تشوفوا الدار كيفاش دايره. الخطوه الاولى مداجل داخل سيو الدار. المهم هادي لا شومبر الاولى، وهذه الكوزينه. شوفوا شوفوا على فيو كاين في الكوزينه، شوفوا شحال شوفوا شحال زوين. انا كتعجبني البلاصه اللي كتكون فيها الماء كتحمقني، ما كيبانش كاع. اه هو كيبان شي شويه الماء.
هالفيديو لا كويزين عشي كوزينة احسن حاجة احسن حاجة في الكوزينة هي انها صغيرة هادي التواليت وهادي ليفين روم مهم ندبي شوية نوريكم الفيو تمك وهالشومبر الثانية هاد الشومبر هادي غاش كون ديال الاطفال الشومبر الثانية وهاد الشومبر هادي دابا نقول لكم كلشي غتكون ديال الدريسينغ روم هاد البلاصه هادي غتكون ديال الدريسينغ روم علاش اختاريت هكا هادي لحقاش مواجهه مع لا شومبر ديالي هذا هو لا شومبر ديالي تواليت وشوفوا الفيو بغيت نوري لكم الجهه الاخرى لا غيكون الجهه الاخرى احسن صبر 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 عجبتني هاد البلاصه عجبتني هاد البلاصه لحقاش يدخل ليها الضو من البلاصه كامله غيكون فيها الضو داري القديمه ما كانش فيها الضو كان عندي مشكل في التصوير كان عندي مشكل ما كنتش عجبني ما كيعجبنيش الظلمه شوفوا الفيو ناري تليفوني الا مشات طحت هاد القنتاده مشيت فيها هنا هنا غتبان لكم الدار مازال موسخه شي شويه الارض لحقاش مازال ما يلاه كيسالاو مازال ما نقاوش الارضيه الارضيه موسخه البلاصه كامله نقيه وهذا البالكون صراحه كنت كنفكر نسدو باش الدار غتكبر اكثر كنت كنفكر نسدو وانا نقول لا هذا البالكون ماشي ديال سدان ديال شي جليسه تماك شي كافي تكون داك الشيء 5-5 جايز واحد الحاجه اكثر حاجه عجبتني تخيلوا شنو هي اكثر حاجه عجبتني من غير الفيو ومن غير داك الشيء الاخر اكثر حاجه عجبتني هي الكوزينه صغيره علاش كتعجبني انا كتحمقني الكوزينه صغيره علاش لحقاش عندي سي جاي كيدخل الكوزينه فاش كيطيب شي حاجه كتجبد الماعن كاملين وكيوسخ الحيوط كاملين وكيوسخ الارض وكيوسخ المهم كلشي وميمكنش انايا ميمكنش المساعده ديالي غتبقى تجي كل نهار لحقاش ما معيشاش معايا ما غاتجيش عندي كل نهار ميمكنش انا ويا بوحدنا ما فهمتي انا ما يعطينيش خاطر انها تكون عندي كل نهار تجي عندي شكون اللي غيجمع الكوزينه انا اللي غنجمع الكوزينه داكشي علاش كتعجبني الكوزينه تكون صغيره ما كنحملش كوزينه كبيره العيشه مع سي جاي راه سي نورمال ما تحمليش الكوزينه كبيره ميمكنش صراحه بلا بيه كتعجبني كوزينه صغيره دغيا تجمعيها صافي هي سالات هي سالات في الجميع وي عجبني البي وحتى واحد شوشو دابا ما محتاجه لا رينغ لايت لا حتى شي حاجه الضو ضارب ليا في وجهي بيس مزيان والله الا شوف لا 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 راك ضايعه في ديك الدار ديال الظلمه ما يمكنش كنت كنعاني في الظلمه المهم جايز اكثر الحاجه اللي عجبتني عاوتاني المهم الحاجه اللي عجبتني عاوتاني هي عندي واحد البلاصه على برا ديال قبل ما ندخل الدار انا غنوريها لكم دابا هذيك البلاصه انا كان عندي مشكل اوكي كان عندي مشكل فاش كنت كندخل للدار ما كانش عندي كان عندي بلاكار ولكن كنت حاطاه في الزرده فاش كنت كندخل المهم انا نوريكم واحد البلاصه زوينه سو جايز هاد البلاصه هاد البلاصه غادي نسدها من هنايا باش تبقى هاد البلاصه بريفي ديالي نحط فيها البلاكار تماك والبلاكار هنايا ولكن البلاصه غتكون فيها حيط لاسونسور غادي يكون ديالي خاص بيا الا ما كانش لاكارت حتى شي حد ما يدخل بحال هاد الناس هادو شوف عندهم باب ديالهم وعندهم الدار و لاسونسور هاد بلاصه بريفي البلاصه تاعي غتكون ديالي بريفي جايز قلعوا انا فين دابا انا في التوب فلور ويلي شاد الشيء لقيت بزاف الكاشير شنو لقيت شنو هذا واش كاشير ولا شنو هذا الشيء لا شنو هذا الجبال ما نعرف المهم البلاصه ماشي ديالنا انا دابا في التوب فلور هنا في السطح شوف السطح كيفاش داير نوريكم الفيو من السطح لا خفت على تليفوني تحيه لا ما غاديش نقدر نوريكم المهم وريتكم فاش كنت تحت ماما وبابا قالك حيدوا هذا الباب هذا وشدوا الزاج نشوفوا واش هذا الباب ديال البالكون غادي نحيدوه باش تكبر الدار وتولي زعما متسع اكثر اولا نخليوه ولكن انا بغيت نخليه بغيت ديك البلاصه على برا تخرجي تشربي فيها كافي تخرجي دير فيها بزاف الحاجات على برا غتكون جليسه على برا مي هما قال لك زعما مشتغل الدار ولكن لا انا ما عجبنيش انا بغيت نخليها في هكا يا فين شحال تحب تجيب
شوفوا هاد لابارتمون هادي مازال اللعيبه ديالها مربوطه، معنيش الناس مازال ما جاوش، مازال ما شافوش دارهم. دابا غادي نقولوا باي باي الكوميونيتي حتى نرجعوا ليك فاش نكونوا بغينا نديروا الديكوراسيون. هاو هي كاي شوفوا الاجواء اللي ورايا، شوفوا جينا ناكلوا اليوم احسن اكله. هذا هو اللي المذاق ديالو بحال الطاجين المغربي. كنت نقول لكم علاش كتشوفوني دابا فرحانه، لحقاش دابا كنتسناو في الدار تقريبا شي 2 اكثر من عامين، ماشي حتى 2 اكثر من عامين وحنايا كنتسناو في الدار هادي، وعاد مازال غادي نتسناو الديكوراسيون، ما عرفتش شحال غتاخد حتى هي. المهم صافا صافا، عشت في الدار بزاف، ما بقيتش حامله اصلا من الاول ما كنتش حامله الدار لدرجه ما درتش لها لا ديكوراسيون لا والو، غير في الاول غير خليتها تبان فيها الضو شي شويه وصافي، درت غير شي شويه ديال الديكوراسيون وصافي. جايز باي ذا واي، حنا عارفين دابا شنو طاري في خوتنا في خوتنا العرب، شنو طاري مع دوك الصياهينه وهذا. جيت نعاود لكم واحد ستوري، ماشي ستوري، غير واحد اللعيبه طرات اليوم في الدار. سي جاي كيتشيكي النيوز وقال لي شوفي الفلسطينيين كيتعداو على الاسرائيليين. فاش جيت نشوف لا فيديو لقيت مرا عريانه كامله مغتصبينها وكيتعداو عليها كيضربوها وهكا. فاش جيت نتفرج قال لي شوفي هادو الفلسطينيين كيضربوا الاسرائيليين. فاش جيت نشوف لا فيديو، هذا العنوان هو القرا غير العنوان، فاش جيت نشوف لا فيديو باش كتعرفوا الكذوب في الانترنت راه بزاف، راه فريمون راه حماق. فاش جيت نشوف لقيت البنت كتهضر بالروسيه واللي معاها حتى هما كيهضروا باللغه الروسيه. قلت لي دار رواسه هضر ماما، قال لي ولكن راه العنوان وكلشي راه لي كومونتير كاملين كيهضروا على الفلسطينيين، ما كانش خصهم يديروا بحال هكا وهكا. شنو قلت ليه؟ قلت ليه فحال هادشي هذا جامي تيق فيه، لحقاش راه حنا عارفين امريكان دابا اشنو دايره، مكونتروليا العالم بالانترنت باش ما يوريوش للعالم الرياليتي، باش يبقى داكشي كذوب والرياليتي تبقى مخبيه. حنا كاملين عارفين هادشي. قلت ليه سو من دابا جامي تيق في حاله النيوز هادو، لحقاش هادشي ما كاينش. حنا كنشوفوهم، حنا كنشوفو الفلسطينيين كيشدو داك المراوات الاسرائيليين، ما كيقتلوهم ما حتى شي حاجه، كيقولوا لها شوفي ما تخافيش حنا ما نضربوكش، حنا تبقاي معنا. شفت شحال من فيديو بحال هكا. المهم الله يكون مع خوتنا الفلسطينيين والله يغلبهم على دوك اللي ما كيتسموش الصياهينه.